مشاهدينا الافاضل، اهلا وسهلا بكم الى هذا العدد الجديد من برنامج الاسواق والذي نقدمه لكم من قناه الجزائر الدوليه. وفي عدد اليوم سنتطرق الى اعلان مجلس الوزراء الجزائري برئاسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحول الجزائر من مستورد صافي للوقود الى مصدر له بعد عقود طويله من الاستيراد، تجاوزت فيه فاتوره استيراد هذه المواد ملياري دولار كانت تكبدها خزينه الدوله. ما هي حتميات هذا التحول وايضا محفزات هذا الانجاز؟ وأيضا كيف تبدو الفرص الدولية لتسويق الوقود الجزائري على الصعيد الخارجي والأسواق المحتملة أيضا؟ ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة بالأستوديو الأستاذ أحمد الحدوسي الخبير الاقتصادي. مساء الخير. مساء النور. شكرا سيد أخو. أسعد أيضا بالاستضافة في الأستوديو من جديد حمزة بوغادي الخبير الاقتصادي والمدير العام لمؤسسة للدراسات الاقتصادية. مساء الخير. مساء الخير أخي عز الدين. مرحبا. أبدأ من عندك بوغادي. الجزائر بعد 15 سنة من استيراد الوقود تعلن رسميا التحول إلى مصدر له، كيف ترون السياقات العامة لهذا التحول وما هي العوامل التي حفزت الجزائر للتحول من مستورد إلى مصدر للوقود في رأيكم؟ أكيد بسم الله الرحمن الرحيم. أنه في السياق العام أو يعني لفهم السياق العام، تقريبا قطاع الوقود أو قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع المحروقات بصفة عامة يعني هو جزء من سياسة شاملة استراتيجية شاملة للجزائر في إطار التحول العميق التي يعني تطمح إليه، يعني التحول الاقتصادي العميق. ما هو التحول او ما هو هذا المشروع الاقتصادي؟ هو ببساطه الذهاب الى اقتصاد اكثر انتاجيه، اقتصاد اكثر استقلاليه، اقتصاد اكثر انخراطا في يعني خلق القيم المضافه وخلق الثروه، ايضا اقتصاد يعني مبني على التعددية أو تعدد يعني مصادر الدخل ومصادر يعني الثراء في بالنسبة للدولة. لذلك يعني الكثير من الأمور راهي تتحول، راهي يعني تتغير بصفة يعني أفقية. كيف ذلك؟ بأنه لما نشوفوا الآن قطاع الميدان الفلاحي فيه يعني تحولات وتغييرات جذرية، نشوفوا القطاع الاقتصادي بصفة عامة أو الجانب التجاري والجانب التشريعي، نشوفوا أيضا تغييرات وتحولات يعني كبرى تمس مختلف القطاعات، قطاع التكنولوجيا، إنشاء مدارس للذكاء الاصطناعي، مدارس أو جامعات جديدة، أيضا البعد يعني بعد التجاري الدولي أو بعد التصدير، طموح التصدير فيه تحضير لتقريبا كل الوسائل اللازمة من لوجيستيك وهياكل قاعدية، طرقات، سكك حديدية. لذلك يعني النظرة الشاملة للتحول الاقتصادي بدأت يعني تظهر ملامحها في الكثير من المشاريع، ومن بين هذه المشاريع يعني مشروع يعني الاكتفاء في جانب الوقود اللي حققته الجزائر، لأنه تقريبا أنا نتكلم عن توفير مبالغ أكثر من 2 إلى 2.5 مليار دولار كنا نستوردها وقود ونحن بلد نفطي. يعني هذه الحلقة يعني المفارقة الكبيرة اللي كانت عندنا أيضا ليس فقط الوقود وإنما الكثير من الخامات في سياق الحديث سوف نتحدث عنها. نعم أستاذ الحدوسي، الجزائر بالأرقام الصادرة عن الشركة الوطنية للمحروقات أو الشركة الجزائرية للمحروقات سوناتراك تنتج 27.9 مليون طن من الوقود وفق تقديرات 2021، وهنا في هذه السنة وصلت الجزائر بالضبط إلى الاكتفاء الذاتي في الوقود. في رأيكم كيف ساهم تطوير وعصرنة المصافي الموجودة وإطلاق مشاريع جديدة بتوسع المشاريع المصافي في تحقيق هذا الاكتفاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا اليوم سوناتراك والحكومة الجزائرية قطعت أشواط كبيرة في مجال تأمين احتياجات السوق الداخلية في مجال الوقود ومجال بصفة عامة المحروقات. اليوم الجزائر صحيح وصلت إلى 27 أكثر من 27 مليون طن وتطمح على المدى القريب الوصول إلى 30 مليون طن، بالإضافة إلى المشاريع المبرمجة
في ثلاث من خلال ثلاث محطات، سواء محطة حسي مسعود أو محطة يارت أو محطة بسكرة، وكل واحدة منها بخمسة مليون طن، وبالتالي إضافة كما ذكرت من خلال التوسعة سنصل إلى 30 مليون طن زائد 15 مليون طن، وبالتالي الجزائر ستصل إلى ربما استغلال كل البترول الجزائري ويتم تحويله إلى 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 مشتقات بترولية نظرا للعائد والقيمة المضافة الكبيرة التي يقدمها هذا إلى الخزينة العمومية، بالإضافة إلى توفير الآلاف أو مئات الآلاف من مناصب العمل. اليوم الحكومة الجزائرية من خلال شركة سوناطراك يعني كما قلنا قطعت أشواط كبيرة وتلبات السوق الوطنية، والسوق الآن في حدود بعد ونعرف نمو كبير، نمو سنويا فاق 5% في مجال الاستهلاك. يعني قبل سنة 2000 كان حجم السوق الداخلي في الاستهلاك في حدود 5 مليون طن، ثم ارتفع بسرعة، اليوم وصل إلى 17.8 مليون طن، واليوم الحكومة على المدى القريب تستهدف الوصول حتى إلى 30 مليون طن، وبالتالي هناك فائض اليوم محقق. حققنا الاكتفاء الذاتي من خلال شركة سوناطراك، حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الاستهلاك للسوق الداخلي، والآن تحاول التصدير إلى الخارج هذا الفائض بأكثر من 10 مليون طن، خاصة في مواد ذات القيمة. نتحدث عن وقود الطائرات، نتحدث عن البنزين. اليوم البنزين في الجزائر الاستهلاك الوطني في حدود 3.3 مليون طن، في حين أن الإنتاج فاق 3.6 مليون طن، وبالتالي هذا الفائض يصدر إلى الخارج بقيمة مضافة عالية وبعائد كبير جدا. كذلك بالنسبة لوقود الطائرات، بالنسبة للمشتقات الأخرى كالغاز، حتى الغاز والبترول المسال لليوم عرف كذلك نمو كبير، وأصبح حتى المستهلك الجزائري يفضل السيارة التي تشتغل بهذا الوقود، نظرا لأولا في سعره المنخفض في السوق الداخلية، وحتى أن التكنولوجيا المستعملة الآن من خلال الخطة المبرمجة من طرف سوناطراك، وبالإضافة إلى شركة النفطال على توزيع على مستوى المحطات الوطني من أجل تعميم هذا النوع من الوقود على المستوى الوطني. اليوم نشاهد إقبال كبير على هذا النوع، بدليل أن حجم النمو عرف ارتفاع كبير جدا في الإقبال على هذه المادة، مقابل ما ربما مواد أخرى كالديزل لتراجع الاستهلاكه. وصحيح أن اليوم الجزائر مازال لم تحقق الاكتفاء الذاتي في مادة الديزل في حدود، لكن في المقابل هناك محاولات لتقليص الاستهلاك من خلال توسعة المحطات الحالية، سواء توسعة محطة أو مصفات سكيكدا بأربعة مليون طن إضافي. اليوم الإنتاج في الجزائر في مادة الديزل في حدود 9 مليون طن، في حين أن الاستهلاك 10 مليون طن، وبالتالي هناك توفير وفق حدود وفق الأرقام سوناطراك استهلاك ديازل مادة ديازل 10.1 مليون طن في مقابل 9.7 في 2021، في البنزين 3.3 مليون بتوسيعة طن. نعم بتوسيعة يعني محطة أو عفوا مصفات سكيكدا التي ستضيف تقريبا أربعة مليون طن إضافي في مادة الديزل، يمكن الحديث عن الوصول إلى أكثر من 12.5 مليون طن، وبالتالي نتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى غاية مثل ما أشارت شركة سوناطراك إلى غاية 2036، وبالتالي التحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية التي يعني تستعمل كثيرا في مجال التنقل وفي مجال حتى في مجال يعني تحريك العجلة الاقتصادية، وبالتالي مهم جدا. بالإضافة إلى المشروع الذي سيتم إطلاقه أو يتم استلامه، مشروع مصفات حاسي مسعود بقدرات كبيرة جدا والتي تركز خاصة في مجال إنتاج وقود الديزل. نعم أستاذ بوغادي، في سياق الحديث عن تركيبة السوق الجزائرية خاصة في الاستهلاك الوقود، نتحدث عن سياسة في توجيه الاستهلاك بإقرار مجموعة من الحزم الجبائية وأيضا التحفيزية للتوجه نحو الوقود الذي تتمتع الجزائر بقدرات كبيرة، ونتحدث هنا عن استخدام الغاز المميع. فكيف ساهمت هذه السياسة الجبائية خاصة اللعب على الأسعار في توجيه المستهلك الجزائري نحو هذا الوقود البديل؟ أكيد يعني فيه استراتيجية متكاملة، لما يعني خصوصا لما يكون عندك مشروع تحول في نمط استهلاك معين،
او يكون تكون عندك استراتيجيه من بينها انك تحول او تغير من نمط الاستهلاك في شريحه ما او في نوع ما من الطاقات. لذلك يعني كان فيه خصوصا من جانب الجبائي تشجيع فيه، كان فيه تحفيزات يعني في قوانين الماليه المختلفه في الاربع سنوات حتى الخمس سنوات الماضيه، ايضا من جانب التسعير والاكيد انه المواطن كفرد دائما يبحث عن احسن سعر، يعني لما يكون في احسن سعر راح يتوجه اوتوماتيكيا غريزيا لاستهلاك هذه الماده. عامل السعر عامل حاسم اكيد في اي يعني في اي مجال السعر دائما، حتى في كثير من الاحيان نبحث عن السعر ولا نبحث عن الجوده في طبيعه استهلاك الانسان او طبيعه الفرد استهلاك الفرد. لذلك يعني كانت في تقنيات في جذب او تغيير يعني مسار او لابار يعني نسبه الاستهلاك من الوقود، كانت فيه من بين هذه التقنيات انه السعر كان جدا محفز ومغري حتى شريحه كبيره من المواطنين اتجهت لاستهلاك هذه الماده، اللي احنا عندنا يعني تقريبا احتياطات ضخمه من بين العشر او الكبار في العالم في الغاز، ولدينا كثير من المحطات يعني كثير من او التراكم الخبراتي في هذا المجال. لذلك كان يعني كان لزاما انه نذهب الى هذا التوجه، في حين او في يعني في ريثما يعني نتحكم او نوصل الى اكتفاء ذاتي في البنزين والمازوت، وهذا ما تحقق في الواقع. هناك نقطه اخرى في هذا الخصوص استاذ بوغادي، بخصوص دعم الميزانيه الدوله لتحويل السيارات من الديازل وتركيب معدات الغاز المميع، هذه ايضا مهمه، نقطه مهمه. نعم اكيد، يعني فيه كان فيه نعطيك حتى كاين مشروع او تجربه في تركيا لما كانت تبحث عن يعني زياده في استهلاك الطاقات النظيفه او الكهرباء من الطاقه الشمسيه، كانت الدوله يعني تمنح بالمجان لوكيت او يعني الايكويبمنت تاع نعم. الجزائر عملت يعني بالمثل، فيه يعني سوفونسيون او فيه دعم لتركيب هاد العدادات، تركيب هاد لي بومب تاع الغاز يعني في السيارات على سبيل المثال، واعطى نتيجه في ظرف سنتين، اعطى نتيجه يعني جد طيبه. نتكلم لك ايضا عن انه في مستوى يعني مستوى يعني تقريبا في كثير من التقنيات لما نحاول اني نتدارك او نعمل توفير في العمله الصعبه في قطاع ما، نحاول نشوف بديل يعني ونمازج يعني نعم ونوازن ما بين هذا القطاعين. نعم استاذ الحدوسي، في سياق الحديث عن الخيارات الاستراتيجيه التي تبنتها الجزائر في توجيه تركيبه السوق الاستهلاكيه للوقود في الجزائر، نتحدث ايضا عن تحسين جودة الوقود الجزائري في الداخل عبر عمليات الصيانة المتتالية التي تعرضت لها مصافي في الجزائر، والقضاء أيضا نهائيا عن استغلال ما يعرف بالبنزين بدون رصاص. فعلا هناك كانت الحكومة عدة خيارات، الخيارات المطروحة هل يتم توسعه المصافي الموجوده ام انشاء مصافي جديده، هذا هو الخيار الاول. وبالتالي في البدايه كانت الطرح او الخيار نحو توسعه المصافي القديمه، سواء في العاصمه في سيدي رزين في براقي تم توسعته الى الان وصل الى اكثر من 3.6 مليون طن، كذلك تم توسعه مصفات سكيكدا، كذلك تم توسعه يعني مصفات ارجو. هذا الخيار الاول، توسعه المحطات او المصافي الموجوده، ثم المرحله الثانيه انشاء مصافي جديده. كذلك على مستوى طبيعه الاستهلاك، الخيارات المطروحه انذاك تم التركيز من خلال الدراسه السوقيه والامكانيات المتاحه لدى الحكومه الجزائريه من خلال امتلاك الغاز البترول المميع الذي يستعمل الان باسعار جد يعني في الجزائر بجد منخفضه مقارنه يعني في الدول. الحكومه الان مثل ما ذكر الاستاذ تركز على هذا النوع من الوقود بتقديم الدعم الكبير للزبائن، كذلك محاوله التخفيض من استهلاك الديزل ومن خلال تشجيع التحول نحو سيارات الى النوع الاول، كذلك بالنسبه لي حتى تشجع استعمال النقل الجماعي من خلال النقل بالقطار ويستهلك
عفوا الكهرباء. كذلك تحاول تنويع الحكومة أنواع الوقود الأخرى المستعملة قصد إيجاد نوع من التوازن. واليوم كذلك من خلال الاتفاقيات التي ربطت الجزائر على المستوى الدولي والتوقيع على اتفاقية حماية البيئة، يعني مشات الحكومة الجزائرية في هذا المسار من خلال الوقود الذي يحمي البيئة، وشفنا أنه تم توحيد استعمال بالنسبة للبنزين إلى نوع واحد، وكذلك إلى الديزل إلى نوع واحد، نتحدث عن بدون رصاص الموجود، وهذا من أجل حماية البيئة. وكذلك عندها نظرة اقتصادية من جهة أخرى، هو يعني استغلال أمثل الخزانات، عوض أن الخزانات عددها المحدود الموجود حاليا يعني نستعملها لتخزين عدد كبير من الأنواع من الوقود، نستعملها لتخزين نوع واحد، وبالتالي تكون قدرات توفير هذه المادة بكميات كبيرة. وبالتالي كانت عدة خيارات مطروحة، أعتقد أن الحكومة سعت إلى اختيار أحسن خيار من أجل الوصول إلى توليفة بين جودة وسعر تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. نعم أستاذ بوغاد، في الحديث عن السياق الدولي الذي أعلنت عبره الجزائر توجه نحو تصدير الوقود، هل ترون التوقيت مناسب بالنظر لارتفاع أسعار الطاقة عالميا وأيضا الحاجة المتاحة الآن في السوق الدولية؟ أكيد، يعني بالحديث عن السوق الدولية أو يعني الانخراط في السوق الدولية، لا يوجد إطلاقا وقت مناسب لأي شيء. توجد فرص اقتصادية يجب اغتنامها، يجب أن انخرط بقوة في مسار ما، ويعني والعمل على تحقيق هذا الهدف. بالنسبة للجزائر، يعني الآن رانا نتكلم عن استراتيجية شاملة اللي هي زيادة في القيمة المضافة في كل منتجاتنا. شفنا مؤخرا يعني في الحديد في غار جبيلات رئيس الجمهورية أعطى تعليمات أنه لابد علينا التركيز على يعني التحويل واستخراج ما نستطيع استخراجه بالتقنيات المتوفرة لدينا، وحتى بربط يعني شراكات حتى نتمكن من تكنولوجيا معينة باش نزيد في القيمة المضافة. لأنه تقريبا في خامات لدينا هنا احنا في الجزائر، في خامات لو نعمل تحويل بسيط فقط يعني لا يتطلب تحويلات كبرى، ممكن تزيد القيمة تاعه في بأربعة إلى 500% يعني يعني كمدخول إضافي أو كربح إضافي. لذلك الآن في هذه الاستراتيجية فيه شراكات، نتكلم لك يعني نحطك في الصفة العامة، أنه في شراكات مع تركيا سوناتراك وتركيا في استثمار بأربعة 4 مليار دولار لخامات متعلقة بالصناعات البلاستيكية. الجزائر أو تركيا في تقريبا في تركيا في صناعة البلاستيك ضخمة جدا، تحتاج كثير من المواد الخام. احنا في الجزائر عندنا مصفات سكيكدا كانت في وقت ما يعني تلبي حاجيات السوق من البوليتيلان والبروبيلان والبي في سي وكل المشتقات او المدخلات اللي نستعملها في الصناعات البلاستيكيه، لكن الان في انتاج كبير بالنسبه للبلاستيك في الجزائر، ومصفات سكيكدا لا تلبي هذا الامر. لذلك وجب علينا تعزيز الاستثمار هذا، وجاء في استراتيجيه سوناتراك التي اعربت عن انه في 50 مليار دولار في الرباعي القادم راح تكون لهذا يعني لهذا الهدف اللي هو تطوير الاستكشاف وزياده من القدره التحويليه والقدره يعني لوبتيميزاسيون او يعني الاستغلال الامثل لكامل الطاقات. ايضا احنا في مجال الوقود او مجال النفط احنا انتاجنا مش كبير يعني كثيرا، تقريبا يتراوح دائما ما بين 900 الى مليون برميل يوميا. لذلك وجب علينا انه لماذا ان نبيع خام، يعني نبيع خام ومعروف انه خام سوناتراك تتحدث عن تحويل محلي لنحو 600,000 برميل على ما اعتقد. نعم 69,000 برميل، في حين انتاج الوطني كما تقريبا مليون، تقريبا مليون برميل، يعني نحن نتحدث في تقريبا 70% من الانتاج الوطني يتم تحويله محليا، وفي انتظار دخول كما قلنا هذه المصافي سواء في تيارت او في حاسي مسعود او في بسكره 5 مليون طن، وبالتالي 15 مليون طن، نتحدث في حدود يعني حوالي 335,000 برميل، يعني تقريبا هذاك هو مليون برميل. نعم اذا تفضل. اذا ذهبنا الى 100% يعني من التحويل الداخلي لكل انتاجنا النفطي، هذا سيعطينا دخل اضافي يقدر ما بين 30 الى 40% يعني زياده
زياده على ما ما من المداخل اللي رانا نربحوها حاليا. لذلك هذه هي تقريبا الاستراتيجيه الكبرى في التحول الاقتصادي، والاقتصاد يعتمد بصفه كبيره على القيمه المضافه. نذهب ايضا الى انه السوق العالمي، او نتكلم عن السوق العالمي، احنا داخلين في مرحله تسمى بمرحله شح الاشياء تقريبا، فيه شح للموارد، جميع المجالات، نعم، هناك جميع المجال، شح في الامدادات، نعم. لذلك يعني الجزائر بتوفرها على فائض، يعني هذا شيء يعني جد ايجابي بالنسبه للمؤشرات الاقتصاديه، وحتى يعني بهذه الدفعه، لانه نبحث عن انه نصبح دوله مصدره لكل المنتجات او لمنتجات مختلفه، الاسمنت ولا الازوت او الاسمده او المنتجات المصنعه، المنتجات الغذائيه الفلاحيه الطاقويه، يعني في تنوع في منتجاتنا، حتى يعني ناخذ القليل من التمرس خصوصا في التجارة الخارجية. نعم أستاذ الحيدوسي، في سياق الحديث عن القيمة المضافة، نتحدث عن خزينة الدولة هو تقريبا مليارين إلى مليارين ونصف مليار دولار كانت تصدر وتستوردها الجزائر في الشكل وقود، بالإضافة إلى التحول إلى التحويل جميع النفط الخام الجزائري محليا. في تقديراتكم ما هي القيمة المضافة الفعلية التي يمكن أن تقدمها هذا المسعى؟ صحيح أن أولا تحول من دولة إلى مستوردة، نتحدث عن 2 مليار، بين 1.5 إلى 2 مليار دولار كانت تدفعها خزينة العمومية لاستيراد مشتقات البترول من الخارج. اليوم الحمد لله الجزائر قطعت هذا الشوط، يعني إذا لم تصدر هاي يعني في المرحلة الأولى أنها حافظت على النقد الأجنبي من الذهاب إلى الخارج. الخطوة الثانية اتجاه نحو التصدير، وبدات فعلا الحكومه الجزائريه اليوم تتحدث عن 30 مليون طن يعني تكرير البترول، وفي حين ان السوق الداخلي يستهلك في حدود، صحيح انه نما بسرعه، اليوم وصل الى في حدود 17.8 مليون طن، وبالتالي تقريبا اكثر من 10 مليون طن فائض تقريبا سنويا، وبالتالي هذا يتجه الى السوق الدوليه. القيمه اكيد انه لها قيمه مضافه كبيره جدا، بالاضافه الى القطاعات الاخرى كالحديد كالمعادن كالقطاعات الاستراتيجيه الأخرى التي تعول عليها الحكومة. اليوم سعر البرميل يعني في سنة 2023 يعني قفل في المتوسط في حدود 82 دولار للبرميل، في حين أن الصناعة البترولية يعني من خلال تكرير وتصفية البترول أكثر من 450 دولار يعني العائد على الاستثمار أو العوائد التي يتم جنيها من خلال استغلال هذه المادة الاستراتيجية. هذا بالإضافة إلى يعني الأرباح الكبيرة المحققة، توفير آلاف المناصب أو مئات الآلاف من مناصب العمل، وبالتالي نتحدث عن يعني خلق ديناميكية اقتصادية مهمة جدا. واليوم صحيح أن الجزائر تسعى الى الخروج من التبعيه للمحروقات، لكن في اعتقادي انه يعني هذا المورد يجب الاهتمام به من خلال تثمينه واعطاء قيمه له مضافه وتطوير البلد بمرافقه، ليس بالخروج عن قطاع المحروقات وانما بمرافقه قطاع المحروقات من خلال مشتقات البترول، وهناك العديد او المئات من المشتقات يمكن انشاء مصانع سواء في مجال البترول أو الغاز، ويمكن حتى خلق قيمة مضافة بأضعاف كثيرة، أضعاف مضاعفة من استغلال هذه المادة. إذن هذا هو الخيار، وشهدنا اليوم دول لا تمتلك هذه المادة الخام على مستواها، لكن من خلال استغلالها وتحويلها إلى مادة نهائية ومشتقات تجني أضعاف مضاعفة من الدول التي تعتبر دول بترولية وتمتلك يعني آبار البترول ربما بملايين البراميل التي يتم استخراجها يوميا، وهذا يعود بالفائدة على هذه الدول. إذن اليوم الجزائر تتجه نحو هذا الخيار، وخيار استغلال جميع الموارد، وتحدث رئيس الجمهورية أنه يجب تغيير فلسفة تصدير المادة الخام على شكلها الأولي، وإنما يجب تحويلها إلى منتوج نهائي يدر على الخزينة العمومية أضعاف مضاعفة، بالإضافة إلى توفير مناصب العمل، وهذا على جميع المجالات. تحدثنا عن تعدين باستغلال مناجم الحديد وتحويلها إلى منتوج نهائي، لأن هناك فرق شاسع بين الطن الحديد الخام وبين الطن الحديد كمنتوج نهائي. وكذلك بالنسبة للبترول تحدثنا عن برميل، اليوم سعره في حدود 80 دولار، مشتقاته لما نحسبها أكثر من 450 دولار، وهذا فرق شاسع كبير جدا. أستاذ بوغادي، في هذا السياق بالذات على القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها تحول الجزائر
من مستورد إلى مصدر للوقود. في ظل ما يوجد الآن في الأسواق، ما هي الأسواق المحتملة التي يمكن أن يتجه إليها الوقود الجزائري الآن؟ أكيد أنه يعني ممكن الأسواق هي الأسواق التقليدية، يعني فيه لأنه فيه أرضية للتوزيع وأرضية يعني لأرضية تعاقدية ما بين إسبانيا إيطاليا فرنسا، تقريبا هذه الدول أو يعني الدول اللي تربطها علاقات تجارية في المجال النفطي. فيه شراكات يعني جد طيبة ما بين الشركة الجزائرية سوناتراك والشركة الإيطالية إيني، لذلك حتى وأيضا الجزائر أعطت التوزيع الحصري لإيطاليا بالنسبة للغاز. سوف يعني الآن لما تكون في البداية راح تحتاج إلى يعني كاش فلو، يعني تدفق نقدي، يعني تدخل في 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 العملية التجارية بسرعة. الخيار البراغماتي أو الخيار النفعي راح يكون مع الشركاء التقليديين في المجال النفطي، حتى يعني من بعد نجد ممكن شركاء آخرين ونزيد في الإنتاج، يعني اون فونكسيون يعني الأسواق اللي نفتحها جديدة راح نزيد أيضا، راح تكون تعطينا قدرة استثمارية حتى نزيد من قدراتنا الإنتاجية. نعم أستاذ بوغادي، ونوليو منصة قوية. نعم لا تستبعدون أن تتوسع الشراكة الاستراتيجية في ميدان الطاقة بين الجزائر وإيطاليا في ميدان الغاز الى ميدان الوقود مثلا، انه ايطاليا على اعتبار انه ايطاليا تحتضن احد اكبر مصافي الجزائريه هي اوغوستا. اكيد اكيد اون شونج با يعني اون ايكيب كيغان، يعني لا نستبدل الفريق الذي يحقق النتائج الجيده. لذلك يعني الخيارات البراغماتيه خصوصا في الجانب الاقتصادي والخيار النفعي، انه في شراكه على الارض وتدر ارباح وناجحة وفيها استقرار، فيها يعني حتى التناغم أو الانسجام السياسي على أعلى مستوى اللي يضمن لك الاستقرار في الانتاج والعلاقات الاقتصادية. يعني نبدأ كخيار أول، راح نبدأ مع الشركاء الإيطاليين. أيضا المنصة الجزائرية أو الاستثمار الجزائري يتواجد في إيطاليا، يعني راح يكون الخيار الأمثل. من بعد يعني نشوفوا ممكن يعني خيارات أخرى أو يعني أسواق أخرى. لذلك احنا أيضا بين قوسين الجزائر يعني عودة لطموح بناء صناعة السيارات، وهذا الأمر فيه انسجام كبير ما بين هذه الطموحات في زيادة يعني إنتاج الوقود. نعم. والزيوت خاصة لصناعة السيارات. نعم أستاذ بوغادي، أستاذ الحيدوسي، ضيوفي الكرام، مشاهدين الأفاضل، نذهب إلى فاصل إشهاري قصير ثم نعود إليكم في الجزء الثاني من البرنامج. أهلا بكم مشاهدين الأفضل إلى هذا الجزء الثاني من برنامج أسواق، وأذهب مباشرة إليك أستاذ حدوسي. كنا نتحدث في الجزء الثاني عن الأسواق المحتملة لتصدير الوقود الجزائري، وأسهب الأستاذ بوغادي بالخصوص حول الخيار الإيطالي في هذا الخصوص، لكن أيضا هناك أسواق أخرى محتملة في جنوبا، ونتحدث هنا عن أسواق منطقة الساحل وغرب إفريقيا. أستاذ حدوسي، نعم فعلا الحكومة الجزائرية تحاول تنويع زبائنها ولا تركز فقط على السوق الأوروبية. صحيح أن السوق الأوروبية هي السوق التقليدية والسوق التي تربطها بالجزائر علاقات تاريخية منذ سنوات الأولى لدخول الجزائر لهذا المجال، مجال الصناعة البترولية. لكن اليوم الجزائر من خلال استراتيجية المتابعة، وشاهدنا من خلال مصفات، أولا إنشاء مصفات في الجنوب الجزائري في منطقة أدرار، ومحاولة منها تلبية السوق في أقصى الجنوب الجزائري أولا، ثم التطلع إلى التصدير خاصة إلى دول الساحل. نتحدث هنا عن مالي والنيجر بحكم أن أدرار قريبة جدا من الحدود مع مالي والنيجر، عوض أنها يتم استيراد هذه المادة من 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 العالم الخارجي بالنسبة لهذه الدول، وتتم يعني نقلها عبر موانئ الأطلسي سواء عبر ميناء داكار في السنغال أو في البنين. لذلك من خلال هذه المحطة، محطة أو مصفاة أدرار، يتم استغلال هذا المورد وتصديره نحو السوق الإفريقية. بالإضافة اليوم
الاستثمارات التي قامت بها شركة سوناتراك بتعزيز الأسطول البحري باقتناء سفن جديدة. اليوم وصل حجم عدد السفن إلى تقريبا 8 سفن، وهذا سيسمح لسوناتراك من إيصال منتجاتها إلى أبعد المناطق في العالم، وهنا نتحدث عن خاصة مناطق يعني أمريكا اللاتينية أو حتى جنوب شرق آسيا التي يعني هذا السوق الذي يعتبر سوق مربح وسوق يعرف ديناميكية كبيرة من خلال النمو والطلب الكبير في هذه المنطقة. وبالتالي الاستراتيجية التي تعتمدها كما قلنا سوناتراك أولا تركز على السوق التقليدية السوق الأوروبية بالإضافة إلى سوق دول الساحل من خلال مصفاة أدرار، وكذلك فتح الممر البحري الجزائر نواقشط في موريتانيا ثم داكار، كذلك تدعمها ب يعني فتح فروع بنكيه حتى تسهل العمليه التعامل البنكي، وكذلك من خلال النقل عبر البواخر الى دول حدوسي. نعم. في غرب افريقيا هناك منافسه لنيجيريا، هي اكبر منتجين وخاصه مع دخول اكبر مصفات اكبر مصفات في نيجيريا، لكن اعتقد ان صحيح هناك منافسه لكن السوق ما زال كبير جدا بحكم ان المنطقه ناحية نمو ديموغرافي كبير جدا، حتى دخول في مجال الغاز منافسين جديدين السنغال وموريتانيا، لكن صحيح أن نيجيريا بامتلاكها أكبر منتج للنفط في أفريقيا وهي أكبر مستورد للوقود في أفريقيا. نعم، وأكبر مستورد، وصحيح أن المحطة القطاع الخاص التي يعني تم إنشاؤها اليوم تعاني من مشاكل تقنية ومشاكل ربما سياسية أدى إلى توقف هذه المحطة في العديد من المرات، حتى هناك يعني ما يعرف بالمشاكل الداخلية، حتى اتهامات بالرشوة بالنسبة. نعم. وسرقة حتى النفط الخام ويتم تحويله في مستودعات معروفة الآفة. نعم. في نيجيريا كثيرة. نعم. وبالتالي ما زال سوق نيجيريا سوقها الداخلي صحيح تعتبر أكبر دولة، أكثر من 120 مليون نسمة ودولة قوية من حيث النفط، لكن لها لم تلبي حتى السوق الداخلي، ما بالك سوق كبير جدا في خاصة في منطقة الإكواز، نحن نتحدث عن أكثر من 400 مليون نسمة، وبالتالي ما زال سوق واعد وسوق يعني جذاب للسوناتراك يمكن. نعم. استغلاله بتسويق المنتجات. نعم. الجزائرية. نعم أستاذ بوغادي، على ذكر نيجيريا كمنافس للوقود الجزائري في غرب إفريقيا، نتحدث هنا عن التحديات التي تواجه الوقود الجزائري في الأسواق الدولية. الجزائر لن تكون واحدة في السوق أكيد. لماذا يعني في ما سبق وذكرت قلت لك أنه يجب علينا أن يكون الخيار براغماتي، يعني الخيار اقتصادي واقعي. واقعي. نعم. أولا يعني تكلمت أيضا عن أنه نحن نبحث عن يعني خبرة تراكمية في مجال التصدير أو في مجال المنافسة الخارجية، نحن جدد يعني أون فيان دو ديباركي، يعني هذا وين بدينا يعني في هذا الطموح، لأنه نصبح لاعب في السوق الدولي لمختلف المنتجات وليس فقط المتعلقة بالوقود. لذلك يعني تكلمت أنه العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية ما بين الجزائر وإيطاليا خصوصا في الجانب النفطي راح نزيد في نوسعها يعني بإعطاها هاد القدرة أنها الكثير يجهل. نعم. أن صناعة تجارة الوقود تختلف كثيرا عن صناعة تجارة وتسويق الغاز والخام النفطي. أكيد يعني ليس فقط يعني كل ما بين مادة ومادة لديها لوبيات ولديها شبكات كبرى وشبكات للتوزيع وشبكات للضغط وممارسات ممكن غير طبيعية في بعض من الأحيان، كل تقريبا كل مجال لديه خباياه. لذلك راني نتكلم عن أنه الخبرة يعني كخبرة تصديرية وخبرة كوننا لاعب جديد في التصدير والسوق الدولية لازم علينا نروحه بكل واقعية وبكل حذر ونعتمد على ما هو موجود. يعني هذا قلت لك راح يعطينا بسرعة، راح نقدر يكون عندنا كاش فلو يعني روتور سور انفيستيسمون، يعني عودة للاستثمار، راح يخلينا أيضا نزيدوا في الإنتاج تاعنا ويخلينا أيضا نمول الحملات الاستكشافية لنكتشف الأسواق، نعمل يعني علاقات اقتصادية تجارية جديدة في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية أو في حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأسواق الأوروبية، الأسواق الآسيوية، يعني في أي نقطة من العالم، ليس فقط يعني ليس إلزاما علينا أن نذهب إلى سوق معينة بفعل يعني ممكن توجه أو إن توندونس أو يعني بقرار سياسي. نعم بقرار سياسي، لازم تكون يعني العملية
عملية مدروسة. نعم عملية جد مدروسة، لأنه صحيح أنه لما تكون عندك طموح في الاقتصاد أو طموح في أنك تصبح يعني ممكن لاعب رئيسي في مجال معين يستلزم الكثير من الإمكانيات. نعم. في كثير من الأحيان ليست إمكانيات مادية وإنما إمكانيات فكرية، أنت يعني دي دي يعني intellectual capacities، يعني إمكانيات يعني فكرية، تدرس أسواق، تدرس أنماط الاستهلاك، تحاول تعمل شبكة علاقات فنية ما بين التقنيين، ما بين صناع قرار، ما بين لوبيات، يعني فيه كثير من العمل الذي لا يظهر أو الغير ظاهري لتبنى عليه الأرضيات هذه وتصبح نعم. يعني مصدر وتصبح لاعب كبير يقدر نعم. يعني بسهولة يقدروا يعني مجموعة من المصدرين يعني يحطوك في مأزق كأنك تكون جديد في مجال معين، يعني في بسهولة يقدروا يتلعبوا بالأسعار، يقدروا في كثير من الممارسات. وشاهدنا ذلك نعم. في صفقة لبنان حينما تم تحويل سفينة غير نعم. جزائرية إلى لبنان، واتهمت سوناتراك آنذاك بأنها نعم. سوقت لوقود مغشوش إلى نعم. لبنان. نعم يعني بار اكزومبل، يعني هذا مثال من الكثير من الأمثلة، يعني الخبايا الميدان يعني لا تختلف كثيرا عن ما يمكن تصوره ببساطة أو بسذاجة في الكثير من الأحيان. نعم. لذلك يعني أنا يعني أظن أنه يجب علينا الاعتماد على الوسائل المتاحة، فيه شراكة قوية، فيه براغماتية، فيه يعني تراكم في الثقة ما بين الإيطاليين والجزائريين. التأسيس نعم. على خبرة سوناتراك والجزائر في تسويق الغاز، حتى الجزائر و... يعني نعم. أميزي يعني راهنت على إيطاليا في تصدير أو في توزيع نعم. الغاز في أوروبا. نعم. يعني فيه كثير من العمل عمل حتى خرجنا بقرار يعني واقعي كهذا القرار. نعم نعم. أستاذ الحدوسي، بالحديث عن الواقعية في هدف تصدير الوقود الجزائري خاصة في الأسواق الأوروبية، نتحدث عن ما يعرف بالحواجز شبه الجمركية، وهنا نفتح قوس أقول حواجز بيئية، لأن الوقود الذي سيسوق في أوروبا مثلا هناك ضوابط أوروبية معينة خاصة في الحواجز البيئية، مع صيانة وعصرنة المصافي الجزائرية هناك أيضا ضمان الجودة، عنصر ضمان الجودة أساسي جدا للدخول في أسواق الأسواق الأوروبية. صحيح أنه اليوم سوناتراك تعول على أسواق مستهدفة بعينها، نتحدث عن السوق الأوروبية، السوق الأفريقية، وعندما نتحدث عن السوق الأوروبية صحيح أن السوق الأوروبية تفرض شروط معينة، واليوم من خلال الإجراءات اللي قامت بها شركة سوناتراك سواء اليوم بإنشاء هذه المصفات حاسي مسعود بمعايير ما يعرف باليورو 5 أو من خلال كما قلنا في البداية توسعة المحطات الموجودة سواء في هنا في العاصمة أو في سكيكدا، كلها يعني تم توسعتها وفق المعايير الجديدة خاصة المعتمدة في السوق الأوروبية، والجزائر تربطها علاقة شراكة بالاتحاد الأوروبي الذي يسمح من خلاله دخول المنتجات الجزائرية إلى السوق الأوروبية والحصول على الامتيازات المتقدمة من طرف هذه من خلال هذه الاتفاقية. وبالتالي أعتقد أن يبقى السوق الأوروبي سوق مهم جدا بالنسبة لشركة سوناتراك، بالإضافة إلى أسواق أخرى ربما البعيدة أو حتى القريبة من الجزائر. بالإضافة إلى اليوم نقطة مهمة، كان بالنسبة تحدثنا منذ قليل عن مصفات أضرار، اليوم قلنا أنها تستهدف تلبية السوق على مستوى ولايات أقصى الجنوب، كذلك تستهدف العمق الإفريقي سواء مالي والنيجر. وبالمناسبة شركة سوناتراك لديها استكشافات في النيجر، أعتقد حقلين تم اكتشاف، صحيح أن الكميات ليست كبيرة جدا كبدائية في النيجر، لكن اليوم قرب النيجر من الجنوب الجزائري يمكن تصدير هذا النفط الذي شاركت فيه شركة سوناتراك في اكتشاف إلى الجزائر، ويعاد إلى دول الساحل بعد معالجته، وأكيد نتحدث عن قيمة مضافة كبيرة جدا بين الفرق بين البترول الخام والبترول الكمدوجيني. عودة للحواجز البيئية أستاذ الحيدوس أستاذ بوغادي، غالبا ما تكون هذه الحواجز أنها شروط تمييزية وبقرارات سياسية، لكن تحت ثوب البيئة وحماية البيئة والصحة ولا غير ذلك، ليست فقط على الوقود لكن تفرض أيضا على منتوجات أخرى خاصة في مواجهة الإنتاج الصيني.
أكيد يعني تكلمت في يعني قبل قليل عن أنه القدرات الفكرية يعني تقريبا الآن الاقتصاد يدار ب 80% هي قدرات ودهاء اقتصادي أو بزنس انتليجنس أو ذكاء يعني في الأعمال والذكاء والبحث وتحيل وتقريبا هذا هو العالم يعني هذا هو الواقع يعني ما نقدرش نكون أنا مثالي في واقع أنه هذا هو الواقع واقع الأسواق يعني في كثير من الأحيان منتوجك هو أحسن منتوج في العالم ولكن يستبدل أو يعني يفضل عليك منتوج آخر لا يساويك ممكن في النصف ولكن فيه اتفاقيات فيه يعني ممكن فيه طرق مشبوهة أو فيه فساد فيه الكثير من المعايير الغير مصنفة يعني المعايير الغير ظاهرة أو غير ظاهرية لذلك وجب الحذر وجب يعني اتخاذ أو أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار في بداية هذا الطريق هذا من جانب أنه إحنا الآن في الجزائر يجب علينا التركيز على الجانب يعني النورميتيف اسبيكت او الجانب يعني المعياري والجانب المعايير الدوليه سوناتراك اظن انه سوناتراك تستحوذ على كل معايير الايزو من 551000 وايزو 9001 14001 وكل يعني للنورم يعني في ايزو مطبقين في اداره او نظم اداره الجوده في سوناتراك لديها الكثير من الخبره في هذا المجال وجب علينا انه يعني نوسع من يعني من هذا اللمسه اللي تتعلق بالجوده في كل مركباتنا وفي كل مصانعنا لانه حتى نغلق الباب اولا يعني نغلق الباب على هذه الابتزازات يعني ممكن يكون في ابتزازات مستقبليه بالنسبه للمعايير ثانيا تكون عندنا قدره في الزياء في يعني التحكم او في يعني اعطاء قيمه لمنتجاتنا يعني تكون منتجاتك في معايير الدوليه ولا تخضع لكل يعني ممكن حتى القوانين الصارمه البيئيه والمتعلقه بالبيئه والمتعلقه بالاستهلاك وصحه المستهلك تعطيك قدره انك تسوق في اي نقطه من العالم بدون اي عقده. نعم استاذ الحدوسي هناك نقطه ممكن ان يثيرها اي مواطن بسيط بخصوص هذا التوجه نحو تصدير الوقود. هناك من يقول ان العالم يتجه نحو السيارات الكهربائيه والجزائر تريد تصدير الوقود نحو الخارج. هل في رايكم هذا الربط متاح أم هناك سبل أخرى؟ الوقود لا يعني فقط السيارات. صحيح أن اليوم الدراسات تقول أنه سنة 2050 من بين يعني ثلاث سيارات مسوقة اثنين منها سيارة كهربائية، لكن في أعتقد أنه يعني مازال يعني اليوم صحيح أن اليوم رانا في 2024 مازالت 25 سنة حتى نصل إلى أنه السوق الكهربائي يتسع يصبح هو الأكثر ثلثي السيارات المسوقة هي سيارات كهربائية. اليوم الجزائر من خلال إنتاجها للنفط نتحدث عن البترول حوالي مليون برميل وهو رقم كبير جدا وبالتالي استغلال هذا المورد وتحويله إلى مشتقات عوض تصديره كمادة خام هو الذي يجب الذهاب إليه وبالتالي يجب يعني بناء مصافي لاستغلال كل الموارد من أجل تحصيل قيمة مضافة. واليوم حتى أنه المشتقات البترول ليس فقط في مجال النقل وإنما هناك استعمالات جديدة في هذا المجال واليوم خلال معهد خاصة في نتحدث عن الغاز الجزائر ستستضيف معهد الغاز للمنتدى الدول المصدرة الغاز هذا من أجل إطالة عمر هذا المنتوج لأن كل منتوج له في من ناحية اقتصادية له دورة حياة ومن خلال هذا المعهد سيتم القيام بدراسة من أجل إيجاد استعمالات جديدة للغاز وبالتالي إطالة عمر هذه المادة الاستراتيجية سواء على مستوى المشتقات أو سواء على إيجاد يعني استعمالات يمكن كانت ربما مجهولة في السنوات السابقة. لذلك كذلك على مستوى البترول اليوم من خلال مشتقاتها والبحث المستمر والبحث والتطوير عن إيجاد استعمالات جديدة وتطويرها يمكن أنه حتى بعد 2050 يبقى البترول كسلعة استراتيجية ربما لا تستعمل في مجال النقل وإنما تستعمل في مجالات أخرى كصناعات حتى الملابس الصناعات حتى في صناعة السيارات ربما يعني صحيح أن الوقود يستعمل للتنقل لكن يدخل كذلك في صناعة السيارات أو في صناعات ربما في الاتصالات أو صناعات أخرى
أخرى ربما نجهلها حاليا، لكن مستقبلا مع التطور التكنولوجي أكيد أن البترول سيبقى، بدليل أن النفط عفوا الفحم بعدما تم التخلي عنه في نهائيا في كثير من الدول، لكن عادة الحرب في أوكرانيا أعادته إلى الوجه، ومن خلال حتى استعمالات جديدة اليوم تخل الفحم حتى في مجال صناعات الصيدلانية، وتخل حتى في مجالات جديدة حتى لإنتاج منتجات جديدة، بالتالي يمكن أن تعاد ويعطي دورة حياة جديدة لهذه السلعة، وبالتالي أعتقد أن حتى البترول بعد 2050 سيبقى له هذا الوزن الاستراتيجي. أشكرك أستاذ أحمد الحيدوث الخبير الاقتصادي على الحضور، أشكر أيضا أستاذ حمزة بوغادي مدير عام شركة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا على الحضور والتوضيحات التي قدمتهمها طيلة هذا البرنامج وهذا العدد من أسواق الذي نأتي لختامه. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم بخير وإلى اللقاء.